أكدت عضو البرلمان العربي ووفد البرلمان لمراقبة الانتخابات الرئاسية فداء الحمود أن عمليات الاقتراع تسير بشكل جيد وسط تأمينات مكثفة، كما أكدت أن هناك تعاونا كبيرا مع المراقبين من قبل قوات الجيش والشرطة والقضاة المشرفين على عملية الانتخاب. حضرنا إلى مصر من أجل متابعة الانتخابات الرئاسية في مصر. طبعا كنا بنتابع تقريبا لما بدأت أول يوم الاقتراع، وزرنا أكثر من مركز اقتراع، فحضرنا جميع الأمور، التواجد فيه تواجد للأمن، أيضا في تعاون من قبل رؤساء اللجان بأنهم بيشرحوا للناس كيف سير العملية الانتخابية، أيضا من ضمن الأمور المتابعة وجود الساتر لضمان السرية، الحبر، أوراق الاقتراع، كلها وجدناها موافقة للأصول بالقانون. ما حصل في شيء أنه بيعكر سير الانتخابات. لاحظنا الإقبال من النساء أكثر من الرجال خلال هذول